قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور. هذا البرنامج نتناول فيه عدة مفاهيم تربوية نوجهها للآباء والأمهات للمقبلين على الزواج لعامة المجتمع وكافة الأسر. أول مبدأ نحب أن احنا نأصله في هذه السلسلة أن تربية الأبناء فرض وليست نافلة. تربية الأبناء أمانة عظيمة سنسأل عنها أمام الله عز وجل. التربية أيها الإخوة ليست أكل وشرب وملبس وسكن، هي كل ذلك مع الأمور الأخرى من تربية وتعليم وأخلاق ودين وقيم. كلنا في هذه الدنيا يعني عندنا ناخد دورات في إدارة المشاريع، وناخد دورات في التفاوض ومهارات البيع والتسويق، لكن كما يعني ذكرت في البداية أن هذا الولد وهذه البنت هو منتج عظيم جدا، لابد أن احنا نتدرب ونتعلم كيف نصل إلى هذا المنتج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، ها، والكل يحفظ الثالثة، أو ولد صالح يدعو له. وعقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر. هذا البرنامج سنقدمه لتأسيس وتبيين وتوضيح الأسس الإيمانية والأسس العقدية والأسس الشرعية والأسس الأخلاقية والأسس الصحية التي ينبغي أن ينبني عليها الأبناء. برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان، انتظرونا وتابعونا يوميا في رمضان. مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن.